بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة أوجهها لكم أينما كنتم، وحلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي تراثنا. موضوع حلقة اليوم، نتحدث في محطات في سيرة الإمام الحسن العسكري صلاة الله وسلامه عليه. اليوم مرت علينا ذكرى شهادة الإمام الحسن العسكري صلاة الله وسلامه عليه. بدأ أن نتقدم بالعزاء، نرفعه لولده الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، سائلين العلي القدير أن يعجل بفرجه إن شاء الله تعالى. وأيضا نعزي مراجعنا وعلمائنا والأمة الإسلامية، وعزائنا لكم مشاهدين، عظم الله أجورنا وأجوركم بهذا المصاب الجلل. إذا نتحدث اليوم عن محطات في مسيرة الإمام الحسن العسكري صلاة الله وسلامه عليه. نستعرض بعض هذه المحطات مع ضيفي الكريم الكاتب والروائي الأستاذ كمال السيد. حياكم الله أستاذ كمال، والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ كمال، كثيرة هي المحطات التي مر بها الإمام الحسن العسكري صلاة الله وسلامه عليه، وبالتحديد لو أردنا أن نتحدث عن الظروف السياسية التي أحاطت بفترة إمامه بعد استشهاد أبيه الإمام الهادي سلام الله عليه، وكيفية تمهيد الإمام إن صح التعبير العسكري للأمة الإسلامية بأن تتعامل مع الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. هناك الكثير من المحطات، من أي محطة تريد بدء بالحديث عن الإمام الحسن سلام الله عليه؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. تحية لكم وللمشاهدين الكرام. كما تفضلتم، بداية الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه من مواليد المدينة المنورة. جميل. وقدم مع والده الإمام الهادي سلام الله عليه في سنة 234 هجرية، يعني كان عمره الشريف سنتين. وعاش مع والده في سامراء 22 سنة. وتسنم موقع الإمامة ومسؤولية الإمامة في سنة 254 هجرية، وهي طبعا سنة استشهاد والده 254. نعم. هذه أبرز محطات، يعني باختصار المحطة الأولى يمكن أن نقول أنها زواجه. نعم. وزواجه له قصة يعني طويلة حقيقة وتدعو إلى التأمل والدراسة. زواجه من، كما عبر الإمام الهادي، من سيدة الإماء السيدة نرجس أو مليكة. نعم. وهي من نسل الحواريين، من نسل شمعون الصفا، قدمت من القسطنطينية. نعم. عاصمة الروم البيزنطيين في حدود سنة 253 هجرية، يعني تعرفون أنه قبل شهادة الإمام بسنة تقريبا. نعم. الإمام العسكري. نعم. الإمام الهادي سلام الله عليه. نعم. وهو سلام الله تولى قضية الشراء أو عز إلى بشر بن سليمان. نعم. النخاس، في قصة طويلة وهناك مواصفات لهذه الجارية التي سيشتريها بهذا المبلغ المحدد. وهذا الرجل طبعا هذه القضية حصلت أو حدثت بعد انتهاء الحرب الأهلية بين بغداد وسامراء. تعرفون أزمة الضباط الأتراك أثاروا أزمة، واضطر المستعين للفرار إلى مدينة بغداد واللجوء إلى حاكم بغداد عبد الله بن طاهر بن الحسين، وحدثت حرب استمرت ربما يعني من سنة 252 إلى نهاية أو قبل نهاية 253، يعني استمرت فترة طويلة. خلال هذه الفترة طبعا هناك اشتباكات مستمرة مع الروم لم تتوقف، يعني هذه الجبهة كانت ساخنة دائما تشتد وتهدأ. الحدود الشمالية وحتى الشمالية الشرقية لم تكن هادئة، كانت
باستمرار ساخن. يعني هل هذه الظروف السياسية والمتذبذبة والمتوترة في تلك الفترة أعطت الإمام الهادي مثلا أن يتحرك بحرية أكثر، بما أنه يعني جيء به إلى سمراء لكي تسلط عليه العيون، نعم يقيد نعم من خلال حركته، فرضت عليه شروط وظروف الإقامة الجبرية. نعم يعني تم استدعاء صحيح برسالة مهذبة نظمها الكاتب العربي البليغ، وهو طبعا متشيع كان شيعي ولكن يضمر تقية، يضمر مذهبه، وكانت الرسالة غاية في الأدب، وكانت رسالة مهذبة حقيقة، لكنها تشتمل على استدعاء قسري يعني. والإمام وصل في هذه الظروف وأجبر على النزول في خان الصعاليك 3 أيام أو 3 ليالي، معانا في محاولة إذلال الإمام نعم. سلام الله عليه. الإمام الحسن العسكري قاس هاي الظروف، يعني حكومة المتوكل كانت أسوأ حكومات بني العباس، أكثر طغيانا، وهذا الرجل كان عنده توجهات يعني عدائية لأهل البيت، يعني يعتبر من النواصب، يعني كان حاقد على الإمام أمير المؤمنين، ولذلك سهراته الماجنة كانت أيضا تشتمل على بعض الفقرات الهزلية. يعني هذا أحد المخنثين كان يضع مخدة على بطنه ويلبس القباء ثم يدخل، ويقولون كان ينال من أمير المؤمنين سلام نعم الله عليه، جاءكم الأنزع البطين أمير المؤمنين سلام الله عليه. نعم. وكان هو يضحك، حتى أن ولي العهد ابنه انتقد بشدة المنتصر محمد المنتصر، كان هذا عنده توجهات الولاء لأهل البيت سلام الله عليه، وانتقد والده. على أثرها تمت يعني إعفاء من ولاية العهد، يعني كانت هناك مؤامرة لتصفيته. نعم. ونحن تطرقنا في حلقات ماضية على الانقلاب العسكري الذي حصل في 3 شوال 247 للهجرة، على خلفية نوايا وقرارات الخليفة المتوكل بتصفية ابنه محمد المنتصر، وأيضا اغتيال الإمام الهادي سلام الله عليه. صبيحة يوم العيد كان. نعم كان صبيحة يوم العيد، لكن ثالث يوم العيد كان مقرر يوم خامس العيد اللي طاح به. نعم. يوم الثالث من شوال حدثت هذه جميل. العملية الانقلابية. على أي حال حتى ندخل في صلب حياة الإمام الحسن العسكري، يعني هذه التحولات السياسية انتقلت شيء فشيء إلى نعم. ظروف الإقامة الجبرية، ظروف الإقامة الجبرية نعم. أيضا استمرت مع الإمام الحسن العسكري. ظروف الإقامة الجبرية، أولا ارتداء السواد، الحضور يومين والخميس في القصر بهذا الزي الرسمي للدولة، وهو السواد. تعرفون أنه شعار أهل البيت وزي أهل البيت أبيض، نعم، كما أن الزي الأموي كان الأحمر، وزي بني العباس هو الأسود. كانت الظروف هذه. طبعا هناك شبكة جاسوسية غاية في الدقة وأيضا في القسوة، كانت يعني العيون مسلطة على هذا البيت. طبعا هو لم يكن بيت عادي، كان بيت فخم جدا، يعني زمن المعتز لم يكن أقل قسوة من المتوكل. نعم كان أكثر قسوة. أقل المعتز كان نعم. أكثر قسوة. لأنه في هذه الفترة تم اغتيال محمد المعروف بسبع الدجيل سلام الله عليه. نعم. وتوفي في هذه الظروف، ودس له السم حقيقة. وكانت هناك نية أيضا لدس السم في الإمام الهادي بعد إرساله إلى كربلاء بنية الزيارة مثلا. نعم. كان هناك خطة أنه الإمام الهادي يقوم بزيارة سيد الشهداء، وفي الطريق يختالونه عن طريق دس السم، كما اختالوا محمد المعروف بسبع الدجيل. وهذا محمد شخصية مرموقة، وكان الشيعة يعتقدون أنه هو الإمام الهادي سلام الله عليه. والإمام الحسن العسكري شق ثوبه إثر هذه المصيبة. الله. وعندما تعرض للانتقاد قال أن موسى شق على هارون، موسى النبي شق على أخي هارون، على أخي هارون. نعم. في سنة 253 حدث هذا الزواج المبارك. طبعا وصول هذه السيدة
والإمام أوصى أخته أن تعلمها فرائض الإسلام، فاصطحبتها إلى بيتها القريب من بيت الإمام. نعم. والإمام الحسن العسكري في حياة أبيه يزور عمته ويرى هذه الجارية ويتأملها، ربما لأنه كما هي رأته في الرؤيا، ربما يعني كان يطيل لها النظر، وربما هناك رؤيا لم يفصح عنها أنها ستكون زوجته. والسيدة انتبهت، السيدة حكيمة انتبهت، ولذلك بادرت إلى زيارة شقيقها الإمام الهادي. قبل أن تفتح الموضوع هو بادرها أرسلي أو زوجي أو من يعني هذا المضمون، أن يحدث هذا الزواج في بيتها. وتم الزواج وبقي عدة أيام في بيت عمته إلى أن عاد إلى بيت والده. هذه محطة أيضا في حياة الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه. تعرفون بعد سنة 255 حدثت عملية انقلابية أطاحت بحكومة المعتز. نعم. وجيء بحاكم جديد، خليفة جديد هو المهتدي. وأصبحت الخلافة منذ مقتل المتوكل أيضا العوبة بيد الضباط الأتراك. هذا المهتدي أراد أن يحاول أن يجد طريق إلى عموم الشعب، فأمر بتحطيم آلات اللهو وإخراج الكلاب من القصر. كان يحاول أن يغير صورة الدولة العباسية والخلفاء، قتل الكلاب وأيضا ترحيل المطربين والمطربات، ويعني التأسي بسيرة كما هو ادعى بعمر بن عبد العزيز، لكنه فشل. فيما يخص أهل البيت هدد بإبادة العلويين وتشريد الشيعة، يعني إضافة إلى جانب الإبادة التي هدد بها العلويين أن يقوم بتشريد الشيعة، والله لأجلينهم عن جديد الأرض. وكان الإمام في هذه الفترة طبعا بمجرد أن وصل المهتدي إلى الحكم قام باعتقال الإمام الحسن العسكري. اعتقل عدة مرات. نعم هو اعتقل على الأقل مرتين. مرتين. خاصة المرة الأولى كانت قاسية جدا، وكان حتى يتعرض إلى مضايقات كثيرة، يعني مضايقات حد يعني قسوة في هذه المضايقات بتوجيه طبعا من الحكام العباسيين. يعني هذه الفترة هو احتقل، وأبو هاشم الجعفري كان أيضا موجود منذ سنة 253 أو 252 هو عندما التقى بالإمام بالسجن في السجن. نعم. يعني هو كان سجين ثم أطلق سراح الإمام وبقي. نعم. هو في السجن ثم اعتقل الإمام، وسمع من سجانين أن المهتدي أطلق هذه التهديدات حول العلويين وحول شيعتهم. ماذا قال الإمام؟ الإمام قال عد من يومك، هذا أقصر لعمره، الله، عد من يومك 5 أيام ثم يقتل في اليوم السادس. تسمع الناعي. يقتل في اليوم السادس وبطريقة يعني فيها خفة واستهانة، يعني حتى مدة الحكم ما دام السنة تقريبا أقل من 11 شهر. 11 شهر. نعم. نعم. في حدود 11 شهر. وتم طبعا هو أراد أن يعبئ قوات ضد بعض القطاعات التركية، وحدثت اصطفافات جديدة وانتهت ب انحياز الأتراك إلى تلك القطاعات المتمردة وهروبه، ثم في الأزقة والشوارع وكان يهتف ويصرخ أنا أمير المؤمنين، واتجه إلى السجن وأمر بفتح الأبواب على أساس أن هؤلاء السجناء سوف يساندونه في الدفاع عنه، ولكن السجناء كانوا يتوارون ويختفون في الأزقة القريبة، في أول زقاق كانوا يهربون ويختفون، وبقي وحيدا إلى تم القبض عليه وركله ورفسه إلى ثم تم
إعداد محضر أنه توفي في ظروف طبيعية، ووقع القضاة دائما هم يوقعون أن هذا الرجل نعم توفي في ظروف طبيعية. طبيعية. طبيعية نعم. وأن كانت حياة الإمام الحسن العسكري صعبة جدا جدا صعبة، نعم. يعني اضطر في بعض الأيام أن يلجأ إلى السرداب يعني يتوارى عن الأنظار حقيقة. أول العلاقات كانت مقطوعة مع شيعته وقواعد الشعبية، وكان زيادة تكلف يعني التواصل كان محدود بين الإمام محدود ومقطوع بين شيعته وأنصاره. نعم، حتى من يخرج في موكب كان ممنوع الاتصال به، يعني حتى بعد أن انتقلت من المهتدي إلى المعتمد أيضا نفس الظروف، نفس الظروف هي، التي لأنه مرت على المعتدي الإمام. المعتمد حقيقة كان خليفة بالاسم فقط، المعتمد لأن أخاه الموفق طلحة بن المتوكل كان منفي إلى مكة، نعم. قام بنفيه المعتز إلى مكة، أو المهتدي قام بنفيه إلى مكة، وضباط الأتراك ملوا من هذه الاضطرابات، ملوا من هذا عدم الاستقرار، لذلك اتفقوا جميعا على أن يأتون بخليفة قوي يحكم البلاد وتستقر الأمور. ولذلك تم تعيين عبيد الله بن يحيى بن الفتح بن خاطئ بن خاقان، نعم. هذا كان إداري قدير وله علاقات طيبة مع الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه. هذا كان منفي في مكة، ولذلك جاءوا بالمعتمد حتى يملؤون هذا الفراغ، وبقي المعتمد شخص يعني خليفة بالاسم فقط، خليفة بالاسم، وكانت القرارات تصدر من الحاكم العسكري العام وهو طلحة المعروف بالموفق أثر انتصاره في الحرب الأهلية مع بغداد. هذا كان هو القائد العام للجيوش العباسية في فترة المعتز. قبل الإطاحة به اندلعت ثورة الزنوج في جنوب العراق، وشكلت تهديدا خطيرا للدولة العباسية. وفي نفس هذه الفترة أيضا ثورة ظهرت الدولة الصفارية، نعم، وهددت بالزحف إلى بغداد، والمعتز اضطر أن يمنحهم السند، إقليم السند المعروف اليوم بالباكستان، هي كانت تمثل السند، حتى يصرفون نظرهم عن الزحف إلى العراق، نعم، وإسقاط بغداد واحتلال بغداد. احتلال بغداد يعني نهاية الدولة العباسية. أيضا هذه خاصة بعد اندلاع ثورة الزنوج، وادعاء علي بن محمد أنه من أهل البيت، هذا أيضا أسهم في تشديد الخناق والتضييق والجاسوسية ومتابعة تحركات الإمام الحسن العسكري. ولذلك عرف الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه من ضمن ألقابه بالإمام الصامت، يعني حتى أثناء خروجه في موكب لا يستطيع أي مواطن أن يتصل به، وبعضهم كانوا يشير إليهم مجرد إشارة أنه يريد أن يصرح هذا الرجل بأن هذا الإمام الحق، والإمام يشير عليه أن أسكت. كانت علاقات محدودة وشبه مقطوعة معه، وبرز دور الوكلاء في هذه الفترة بشكل كبير جداً. تعرفون أنه شبكة الوكلاء تقريبا أسسها الإمام الهادي سلام الله عليه خاصة في بغداد. يعني الوكلاء كانوا بشكل خفية يعملون، ليس كان نعم. يعني الخلاني كان يتظاهر بتجارة الزيت، نعم، والخل، وكان يتصل بسامراء وهو يحمل هذه الأشياء، يعني حتى الرسائل كان يضعها في أكياس خاصة ب حمل الزيت، زيت الزيتون مثلا، نعم، أو السمن. ولذلك عرف بالخلاني، وهو يعني امتدت وكالته فترة طويلة جدا، وكان له دور كبير في التعريف ببلاد الإمام المهدي سلام الله عليه. أيضا من المهمات الصعبة التي عاناها الإمام سلام الله عليه أنه كيف يخفي ولادته عن السلطات، ولادة ابنه، وكيف يعرف بهذه الولادة المباركة لشيعته. يعني تعرفون أنه في تاريخ الشيعة
كانت هناك فرق عديدة، لكن الإمام الهادي سلام الله عليه بجهود جبارة استطاع أن يجعل المجتمع الشيعي مجتمع منسجم. نعم، يعني كانت تقريبا فرقة الإمامية هي السائدة، بعكس بدايات ظهور مثل الفرقة الكيسانية، وهي أول فرقة كما ذكر التاريخ شذت عن الإمامة بعد أن أعلنت بصراحة أن الإمام هو محمد ابن الحنفية. وهناك فرق كثيرة، وأيضا ظهر الغلاة في زمن الإمام الهادي. في زمن الإمام الهادي يعني حدثت جهود كبيرة جدا بحيث المجتمع الإمامي أصبح منسجم، وانتقلت الإمامة بشكل سلس إلى الإمام الحسن العسكري. أيضا يعني أشاع الإمام الهادي سلام الله عليه ثقافة التعامل مع الوكلاء من خلال الإيصال وإيصال رسائلهم إلى الإمام. نعم، وكأنه يمهد إلى السفراء الأربعة. تمهيد، يعني آراء الوكيل. نعم، عثمان السعيد تمثل آراء الإمام يعني، وبالتالي أشاع هذه الثقافة في المجتمع الإسلامي وبالتحديد عند شيعة أهل البيت. الإمام الحسن العسكري كان هذا كان التحدي. أولا يجب أن يعرف بابنه في الوسط الشيعي أنه هناك مولود مبارك وهو الثاني عشر. نعم، وتحقيقا لنبوءة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، خلفائي 12 كلهم من قريش. نعم، وفي المقابل يعني تجديد الجاسوسية والمراقبة على بيت الإمام، تعرفون أن بيت الإمام الهادي تعرض للاقتحام عدة مرات على أثر تقارير تقول أنه يعد للثورة. هناك سجلات فيها أسماء المنتمين والمنتظمين في هذا التنظيم السري الذي يقوده الإمام ليطاح بالحكم العباسي. أكثر من مرة اقتحم بيت الإمام بحثا عن السلاح وعن السجلات التي في جانب آخر كانوا يبحثون عن الجوار التي عليها علائم الحمل. طبعا في نقطة أخرى أيضا كانوا يركزون على هذه المسألة، يعني هذا في زمن يتتبع الإمام سلام الله عليه. نعم، إذا أردنا أن ننتقل إلى هذه المحطة وهي مراقبة الإمام، يعني نشاط الإمام، جهود الإمام العسكري سلام الله عليه. سلام الله عليه. جميل. يعني هناك مثلا كيف وصلت هذه المعلومات إلى الإمام عن قيام أبي إسحاق الفيلسوف الكندي المعروف بأنه فيلسوف العراق، أنه بصدد تأليف كتاب وقطع شوطا كبيرا في تأليف كتاب تحت عنوان تناقضات القرآن. جميل، نتعرف على هذا الكتاب بعد الفاصل وهذه الشخصية. مشاهدين كرام، فاصل قصير ونعود إليكم. تحية طيبة لكم مرة أخرى، أحييكم وأذكر بأنه يمكن الاتصال والمشاركة من خلال الأرقام الظاهرة في أسفل الشاشة. تحية طيبة لكم مرة أخرى أستاذ كمال. كنا نستعرض بعض المحطات من مسيرة وحياة الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه. سلام الله عليه. يعني الاعتقال الإفراج عن الإمام بعد الإطاحة بحكومة المهتدي، أطيح به يوم 16 رجب، وتم تعيين المعتمد يوم 18 رجب. نعم، وكتابة محضر أنه الخليفة توفي في ظروف طبيعية. وطبعا الإمام في هذه الفترة بعد الإطاحة بحكومة المهتدي أطلق من السجن، ولذلك تتعزز هذه النظرية أنه ولادة الإمام المهدي حدثت في سنة 256، لأنه الإمام العسكري كان سنة 255 كان في السجن. يعني يشاع تاريخيا 55. نعم، هذا المشهور تاريخيا. نعم، لكن الظروف والقرآن تشير إلى أنه إلى تاريخ الولادة 56. نعم، 15 شعبان المصادف 256 هجرة. نعم. نعم، المصادف 21 تموز سنة 870 ميلادية. و كما أشرنا حكومة المعتمد العباس، طبعا هذا الرجل إذا تقرأ تاريخه حكم 20 سنة
وكانت حكومة اسمية يعني حقيقة. كان الحاكم العسكري العام والخليفة الفعلي أخوه المعروف بطلحة بن المتوكل، معروف بالموفق العباسي، وهو الذي قاد الجيوش العباسية إلى البصرة لمواجهة ثورة الزنوج التي استمرت 15 سنة. يعني استنزفت خزينة الدولة وذهب ضحيتها 500,000 إنسان خلال هذه الفترة. الإمام سلام الله عليه كان يراقب، يعني يراقب المشهد الثقافي، المشهد الاجتماعي، ليس كان بعيد عن، بالرغم من الظروف القاسية التي كان يعانيها، لكن كان يراقب. ولذلك وصله هذا الخبر أن الكندي فيلسوف العراق ورجل يعني كبير معروف له وزنه، وكان متحمس للفلسفة، ثم تراجع هذا الحماس، كان يطمح إلى فلسفة تقود إلى نتائج يقينية مثل علم الرياضيات، وفقد الحماس لأن الفلسفة ليست علما، يعني لا تقود إلى نتائج يقينية كباقي العلوم التجريبية مثل الرياضيات تقود إلى نتائج يقينية. نعم. وتبقى الفلسفة آراء ذاتية، لكل فيلسوف له نظرته الخاصة للعالم وآراء. فيما بعد قد تأتي نظرية تنسف النظرية السابقة. نعم. ولذلك وبالتالي ليست هي بالعلم الثابت. ولكن الآن حاليا لا نستطيع أن نذكر الفلسفة إلا إذا ذكرنا أسماء الفلاسفة، فلسفة فلان، فلسفة فلان، لكن الجهود العلمية، النتائج العلمية المعرفية هذه اليقينية، هذه نذكرها، لها وجود ونذكرها بدون أسماء. يعني نتحدث عن الجاذبية لكن لا نتحدث عن نيوتن، نتحدث عن النسبية لكن لا نتحدث عن أينشتاين، ليس بالضرورة أن نتحدث عن المكتشف، عن النظريات الفيزيائية والكيميائية والرياضيات، لا نتحدث عن أسماء العلماء الذين اكتشفوا مثلا الجاذبية أو النسبية، لكن الفلسفة يجب أن نذكر أسماء الفلاسفة لأن آراء ذاتية، آراء ذاتية لكل إنسان. وهكذا بالنسبة لقضايا العرفان مثل عرفان ابن عربي أو عرفان الآخرين. الفيلسوف الكندي كان بصدد تأليف كتاب سيكون مؤثر جدا. يعني قد تكون الفلسفة أستاذ كمال مثلا في مجال الفلسفة الإسلامية تختلف عن الفلسفة الأوروبية، الإسلامية في تختلف مجال، نعم لدينا إثبات وجود لذلك الله سبحانه وتعالى في أحاديث أهل البيت لا نجد إشارة للفلسفة أبدا، نجد إشارة للحكمة. الحكمة غير الفلسفة، الحكمة يعني أشياء يقينية واضحة، يعني قوانين اجتماعية، قوانين كونية، عندما تقرأها أو تطلع عليها تعرف أن هذه يقينية جدا. ولذلك من يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. نعم. الحكمة ليست الفلسفة، والفلسفة هي بالحقيقة كلمة يونانية تعني حب الحكمة، حب الحكمة وليست الحكمة، فهي ليست رديف لي. ولذلك أهل البيت لا تجد في مفرداتهم وهي حديث، يعني قد تكون الفلسفة في بعض الأحيان تترجم الحكمة إلى شيء آخر أو بالشكل آخر تترجم هذه الحكمة مثلا، يعني الحكمة تختلف تماما عن الفلسفة. لدينا اتصال، الأخ أبو عائشة، حياك الله أخ أبو عائشة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي وحبيبي الأستاذ حسين، كيف حالك؟ حياك الله، حياك الله أبو عائشة، وعليكم السلام، حياكم الله. أحفظ الله وعزانا وعزاكم باستشهاد الإمام العسكري، حفظ الله أجورنا وأجوركم إن شاء الله. نعم. حياكم الله، حياكم الله أخي الكريم. نعم أبو عائشة. ولا يهم ضيفك الكريم. الدولة العباسية، نعم، هي لم تكن متقصدة آل البيت يعني بالدرجة الأولى، وإنما الهم الكرسي، يعني كرسي الملك وكرسي الحكم هو الذي جعل الدولة العباسية تفعل ما فعلته. نعم. لكن الخروج على الدولة هو في حد ذاته مصيبة من المصائب، وهناك من كان يغري آل البيت بالخروج على الحاكم كما خرج الحسين بن علي عليه السلام، وخرج محمد بن الحسن بن نفس الزكية وغيره من هؤلاء، بسبب أن هناك من أناس يدعوهم للخروج على هؤلاء الحكام. وتعرف أن الدولة العباسية تريد من محافظة على الحكم،
تريد المحافظة على الكرسي، وما من أمير مؤمنين أو حاكم إلا وهمه الكرسي، فتجد يفعل ما يفعل بالمخالفين ويفعل ما يفعل بمن خرج، يقتل ويهين ويذل. لماذا؟ كله حفاظا على الكرسي. لكن كون الدولة العباسية تتقصد آل البيت، فأنا لم أجد دليلا من الأدلة يوضح ذلك، بل إن الدولة العباسية هي من آل البيت، فهي من سلالة عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عباس حقا من آل البيت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا لك أبو عائشة. نعم السؤال واضح أستاذ. نعم أنا في رأيي هذا الأمر غير يعني معقد جدا. البيت الهاشمي كان بيت موحد، هذا حقيقة. نعم. والتنظيم العباسي الذي بدأ سنة 100 هجرية تنظيم سري كان يدعو إلى العباسيين، وكان العباسيون يستغلون أهل البيت ويدفعونهم إلى الثورة، كما دفعوا محمد النفس الزكية، كما دفعوا زيد الشهيد، كما دفعوا يحيى ابن زيد الشهيد، ولأجل إضعاف النظام والدولة الأموية والانقضاض عليها فيما بعد. وطبعا البيت العباسي اكتسب هذه الطاقة السياسية من خلال انتقال ما يعرف بالوصية، والوصية لها قصة طويلة ويعني جديرة بالتأمل والدراسة. الوصية محمد بن الحنفية عندما طالب بالوصية بعد شهادة الإمام الحسين سلام الله عليه وتسلم الميراث العلمي المعروف بالصحيفة الصفراء، والصحيفة الصفراء هي علم ذي الرايات السود في خراسان، فيها تفاصيل كثيرة ومثيرة حول أن بني العباس سوف تكون لهم الدولة. وكانت هناك معلومات دقيقة في هذه ومفصلة الصحيفة. في هذه الصحيفة حتى أن أركان التنظيم العباسي كان يعرفون بعض، كان يعرفون آجالهم. يعني أحد مثلا قحطبة الذي قاد الجيوش من خراسان واحتل العراق، قال يخاطب الجنود: أنتم ستعبرون الفرات، أما أنا فلن أعبر الفرات. من أين جاءت هذه المعلومة؟ قال ذكرها الإمام محمد بن علي بن عبد الله بن عباس. ومحمد بن علي بن عبد الله بن عباس من أين أخذ؟ أخذ من الصحيفة الصفراء التي كانت بحوزة عبد الله بن محمد بن الحنفية بعد اغتياله وشعوره بقرب الأجل، عرج على الحميمة في الأردن وسلمه الوصية وسلمه قيادة التنظيم، وهي الفرقة الكيسانية التي تطورت إلى هذا التنظيم العباسي الذي استطاع خلال 30 سنة فقط من الإطاحة بالدولة الأموية وتسلم نظام الحكم. نعم. ولذلك كانوا هم مدينين باعتبار هذه الوصية أكسبتهم طاقة سياسية. هذا التنظيم، هم الأسر العباسية عبارة عن 20 فرد فقط، كيف تأتى لهم أن يطيحوا بالدولة الأموية؟ تحركوا من خلال هذه الوصية؟ هذه الوصية أكسبتهم هالة مقدسة من خلال هذه الوصية والدعوة إلى الرضا من آل محمد. كان شعار الدولة العباسية. نعم. وكانوا قد بايعوا محمد ابن عبد الله ابن الحسن المثنى المثلث ابن الحسن المثنى ابن الحسن المجتبى السبط، سبط رسول الله صلى الله عليه وآله. الطاقة السياسية التي حصلوا عليها من خلال هذه الوصية، وهذه الصحيفة الصفراء إرث علمي كبير جدا في تفاصيل مثيرة حول أن بني العباس سوف تكون لهم الدولة، وأن الله حسب تعبير الإمام الصادق سلام الله قد أذن بزوال حكم بني أمية بعد استشهاد زيد بسبع سنين، وهذا ما حصل. يعني في سنة 121 هجرية استشهد زيد رضوان الله عليه 32. نعم. وفي سنة 128 129 بدأ التنظيم يعلن عن الثورة، وبدأت في خراسان العباسيون. اي نعم، نشروا الخرايات السود وبدأت الدولة بني أمية تتهاوى شيء تتهاوى شيء. تتراجع. وكانت الجيوش العباسية تحقق انتصارات سريعة ومتلاحقة إلى أن انتهى مروان الحمار في مصر صريعا على أيدي بعض القطاعات العسكرية والجيوش العباسية التي زحفت من الشام باتجاه
مصر. نعم، أيضا يشير الأخ أبو عائشة إلى أن العباسيين لا يعود نسبهم إلى العباس عم النبي صلى الله عليه وآله، يقول ليس هناك من دليل، يعني لا أعرف أنا هذا. لا 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 أبدا، يعني أنا فهمت السؤال هكذا من المداخلة. إذا كان هذا السؤال نعم، لا حقيقة عبد الله بن عباس طبعا كانوا يعانون من اضطهاد عبد الله بن الزبير. نعم. وعبد الله بن عباس في اللحظات الأخيرة من حياته أوصى محمد ابنه وأسرته بالرحيل إلى الشام، ولذلك اختاروا الشام وسكنوا الشام بعد وفاة عبد الله بن عباس. نعم. والأسرة لا تعد أن تكون سوى 20 شخص فقط. في سنة 98 أو 99 هجرية على اختلاف الروايات، نعم، عبد الله بن محمد بن الحنفية زار الشام والتقى الخليفة سليمان بن عبد الملك الخليفة الأموي، وأعجب به سليمان، لكن كان يخافه ويتوجس منه على أثر وعلى خلفية تقارير تتحدث عن أن له أنصار يتبعونه ويأتمرون بأمره في العراق خاصة، وهي طبعا الفرقة الكيسانية التي التفت حول عبد الله بن محمد بعد رحيل والده سنة 81 للهجرة. هذه هي نواة التنظيم العباسي، لأن عبد الله بن محمد المعروف بأبي هاشم عندما نقل الوصية وسلمها إلى محمد بن علي بن عبد الله بن عباس أيضا وجه رسالة إلى التنظيم، تنظيم السر، في يطلب منه أن يتبعوا محمد بن علي لأنه الإمام بعده. ولذلك عرف إبراهيم أخو محمد بالإمام، أو بن محمد بالإمام. من أين اكتسب هذا اللقب؟ من هذه الوصية، لأن الوصية انتقلت من محمد بن عبد الله بن محمد الحنفية إلى علي محمد بن علي. ولقب الإمام حصلوا عليه من خلال هذه الوصية. نعم. وكانت هذا التنظيم يحظى بالقداسة هذه الأسرة، لأنها رفعت شعار الدعوة إلى الرضا من آل محمد صلى الله عليه وآله، اكتسبت هذه القداسة واستطاعت أن تحقق هذه الانتصارات. ولذلك هناك شخصية معروفة جدا وهي نقيب الدعاة العباسيين أبو سلمة الخلال، كان يعرف بوزير آل محمد، يعني منح هذا اللقب. نعم. واكتشف أن التنظيم العباسي يعمل للأسر العباسية وليس لأبناء علي بن أبي طالب سلام الله عليه، ولذلك اقترح على الإمام الصادق أن ينقل جهود الدعوة العباسية، جهود هذا التنظيم، لصالح البيت العلوي وليس البيت العباسي، وتم اغتياله طبعا في تلك الظروف قبل أن يعلن عن الدولة العباسية بشكل رسمي، تم اغتياله. أيضا تم اغتيال أبو مسلم الخراساني أحد أركان هذا التنظيم، يعني هذا إذا استطعنا أن نقول أنه كان نقيب الدعاة العباسيين هو سليمان بن الخلال، أما أبو مسلم الخراساني فكان رئيس أركان الجيوش العباسية، يعني هو الذي يحرك القطاعات. نعم، هو الذي كان يوجه القطاعات العسكرية، وهو أول من رفع رايات السود وقام بإنزال يحيى الشهيد من الصليب والصلاة عليه، ثم بدأ الإعلان عن قيام الثورة العباسية وانطلاقها في إقليم خراسان، ثم اجتياح العراق وسوريا ومصر سنة 132 الهجرة أعتقد. نعم، بدأت، يعني هي بدأت 129 بدأت التحركات العسكرية، تحركات ولكن كدولة واستغرقت نعم إلى سنة 132 تم الإعلان بشكل رسمي وبويع للخليفة الأول أبو العباس السفاح في مدينة الكوفة، وألقى كلمته في المسجد الأعظم يبشر بالعدالة وبعهد جديد وإلى ما سار هذه الأمور، واستمرت إلى سقوط بغداد سنة 556. يعني هذه الدولة الكبيرة هي مدينة لهذه الوصية، أو بالحقيقة مدينة إلى الصحيفة الصفراء التي أكسبتهم طاقة سياسية. هذا التنظيم ليست لديه أي طاقة سياسية باستثناء هذا الصحيفة التي عرفت بالوصية، وهذه مسألة مهمة جدا، لأنه
الفرقة الكيسانية وحدت جهودها وكثفت جهودها وحولت جهودها لصالح البيت العباسي فيما بعد. نعم. عودا على بدء يعني الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه، الأئمة أهل البيت بذلوا جهود جبارة لتوحيد المجتمع الإمامي، والحمد لله يعني في عهد الإمام الحسن العسكري لا توجد فرق مثل فرق أهل السنة. كانت فرق أهل السنة يصل تعدادها للمئات، وبعض الباحثين يذهب إلى أنها أصبحت 400 فرقة، بينما الشيعة الإماميين كانوا هم المجموعة السائدة والمنسجمة، وكانت متوحدة حول إمامة الإمام الحسن العسكري بالرغم من صغر سنه. يعني كان في الخامسة أو في 23 من عمره عندما تسلم الإمامة. نعم. كان في 23 من العمر ونهض بهذه المهمة العظيمة والكبرى أن يبشر بميلاد المنقذ المهدي الموعود، عجل الله تعالى، إلى جانب إخفاء هذه المعلومة الخطيرة عن السلطات العباسية. ولذلك دس إليه السم طبعا عن طريق الحكم الفعلي أو الدولة العميقة إذا جاز التعبير، وإلا المعتمد كانت لديه علاقات جدا طيبة مع الإمام وطلب من الإمام أن يدعو له. طبعا كانت أعمار الخلفاء يعني قصيرة لم يكن جدا. أمر الاختيار يعني صادر من المعتمد بما يعني هو المنتصر الحاكم. نعم، بما هو الحاكم في لا 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 أبدا الحاكم الفعلي هو الموفق العباسي. هو الموفق العباسي وهو الذي أمر باعتقال الإمام في هذه الفترة، يعني بعد الإطاحة بحكومة المهتدي وتسلم المعتمد وصل إلى سامراء وتم إلقاء القبض على الإمام مرة أخرى. نعم. يعني في حكم المعتمد، مع أن المعتمد زاره بشكل ودي يعني بعيدا عن الرسميات، وطلب منه أن يدعو له أن يمد في عمره. وقال الإمام كلمته الموجزة: مد الله في عمرك. واستمر هذا الرجل 20 سنة في ظروف صعبة جدا. الخلفاء العباسيين المنتصر حكم 6 أشهر، يعني حتى أطول من فترة المتوكل تقريبا 15 سنة. نعم، فقط هذا استثناء. نعم. البقية الخلفاء كانت أعمارهم، حتى المعتز عبد الله المعتز حكم 6 ساعات فقط في هذه الظروف المتقلبة. المعتمد مع أنه خليفة بالاسم استمر عمره حكومته إلى 20 سنة، يعني أطول حكام الدولة العباسية في ظروف عاصفة. نعم. في ظروف عاصفة جدا، لكن استمر مع أنه الموفق يستطيع في رمشة عين إطاحة وتسلم الخلافة بشكل رسمي، لأن كان هو الحاكم الفعلي، الخليفة الفعلي، وهو نعم. الذي يقود الجيوش العباسية، والذي قضى يعني استطاع أن يقضي على ثورة الزنوج التي استمرت 15 سنة، أيضا يقضي على الدولة الصفارية وعلى ثورات كثيرة. نعم. يعني كان رجل قوي جدا، وهو الذي قضى على تمرد بغداد بقيادة المستعين عندما فر من سامراء إلى في أزمة الخلافة تلك الفترة. هو لقب الموفق بالله على أساس انتصاره في هذه الحرب. نعم. بين سامراء وبغداد. الإمام الحسن العسكري في سلام الله عليه في 22 كانون الأول في سنة 873 على ما أظن أو 78 ميلادية أصيب بانتكاسة صحية مفاجئة، يعني ألزمته الفراش. وكان يعاني من حمى وحالة من الارتجاف، يعني ساءت صحته مع أنه كان في 27 من العمر، كان شابا. لكن عندما أطلق من السجن، طبعا أطلق من السجن على خلفية أيضا كرامة من كرامات الإمام، لأنه حدث قحط وجفاف واستسقى المسلمون ولم تنزل قطرة ماء، وإذا بالراهب يجمع النصارى ويخرج إلى البرية ويدعو وتهطل السماء مطرا غزيرا، ما جعل الخليفة واضطر الخليفة أن يأتي إلى السجن بنفسه ويقول للإمام الحسن العسكري: أدرك أمة جدك.
سوف تنحرف. نعم نعم، لأنه بعضهم آمنوا بحقانية النصرانية. يا سبحان الله. نعم، وبعضهم ارتد يعني. ليس شيئا يعني هذا الارتداء حتى في زمن النبي في زمن أهل البيت، وهذا الضعف الإيماني الموجود عند الأمة الإسلامية مو وليد اليوم. لا لا لا، يعني هذا عدم الثقة بالله سبحانه وتعالى، وهذا التزلزل وهذا التذبذب في المواقف بعض الدول الإسلامية والخوف من الآخر، إنما يدل على الضعف والعقيدة. ضعف العقيدة. نعم. نسخ الإسلام، نسخ الإسلام، نسخ الإسلام ما عدا نسخة أهل البيت هي ضعيفة جدا. نعم، ولا يمكن أن تصمد أبدا، عقائد هشة وتلاعبت بها الفلسفات. يعني موقف بالراهب نصراني يزلزل العقيدة. نعم نعم، أحدث رد وأحدث جدل وأحدث حالة من الارتداد عن الدين، لأنهم شاهدوا بأم عينهم المسلمون يستسقون والغيوم تنقشع، بينما يستسقي هذا الراهب وتمطر السماء. يا سبحان الله، هذه كرامة. ولذلك قال غدا أزيل الشك، غدا الإمام العسكري يقول سلام الله عليه. وطبعا أطلق سراحه، لكن اشترط أن يطلق سراح الجميع. الله، أطلق الجميع وحضر ودعا الراهب. طبعا دعا المسلمون ولا شيء، دعا الراهب أمطرت السماء، عرف الإمام، بادر الإمام قال افتح يدك، وإذا بها عظم أحد الأنبياء. نعم نعم. فسأل الخليفة ما مسر؟ قال هذا عظم أحد الأنبياء عثر عليه في أحد المقابر. الله، وما كشف عظم نبي للسماء إلا هطلت. الله، هذه كرامة للأنبياء. هذا عظم النبي، كيف ما يتوسل إنسان بنبي بحد ذاته. الله أكبر. الله أكبر. نعم، ولذلك يستسقى أبو طالب، يستسقى الغمام بوجهه، بوجهه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه بركات أهل البيت حقيقة. هذه سامراء، سامراء أصبحت مدينة ثرية تنعم ببحبوحة من العيش في كل الظروف بسبب وجود المرقد الشريف. سلام الله عليه. عندما قام المجرمون بتشجيع ربما من أمريكا بتفجير المرقد، بعض طبعا بعض الباحثين يقول يذهب إلى أن تفجير المرقد الإمام الحسن العسكري وكان لاستفزاز الإمام المهدي لظهوره في ظرف غير مناسب، ومن ثم القضاء عليه. على أي حال، بعد تفجير المرقد ماذا حل بها هذه المدينة؟ نكبت، أصبح المجتمع هناك، المجتمع هو غير إمامي، يعني أصبح يعيش في أسوأ الظروف. على أي حال، وين عاد المقام إلى هيبته؟ نعم، وإلى نعم مكانته، وعاد البناء ولله الحمد. يعني أنا على أي حال يعني أقول، نعم، في دقائق، في ثلاث دقائق متبقية لدي من الوقت أستاذ كمال، في ثلاث دقائق. نعم نعم، باختصار شديد، الإمام تعرض إلى انتكاسة صحية ومؤشرات تدل على أنه دس السم، بدليل أن السلطات دفعت بفريق طبي ليشهد على أن الوفاة طبيعية، دفع بفريق بعض فريق من رموز السلطة، كل هذا أما لدفع الشبهات أو للكشف عن وريث للإمام ومثم القبض عليه. كان هناك فريق رسمي في حدود 15 أو أكثر، وبعضهم يقول 25 شخص. طيب ما هي الشهادة التي دونوها بخصوص أنه ظروف طبيعية؟ ظروف طبيعية. نعم، توفي ظروف طبيعية، لكن نعم، المؤشرات تدل خاصة الحمى، عجز الإمام وهو شاب عن المسك، هناك أعراض تدل على أن الإمام سلام الله نعم عليه قد دس له السم. نعم، في دقيقة، في دقيقة أو دقيقة ونصف، كيف استطاع، هل استطاع الإمام العسكري سلام الله عليه أن يعرف أنصار والمقربين من أهل البيت بالإمام الحجة بالرغم من قصر الفترة التي حكم بها كإمام بعد ولادة الإمام؟ هل اطلع أحد عليه من المقربين؟ كثير من الإجراءات، كثير نعم من الناس شاهدوا الإمام والتقوا الإمام وعرفوا، لكن كانوا يفاجئون أنه كان عمره يبدو في العاشرة أو في الثامنة، مع أنه كان في الثالثة أو الرابعة عندما شاهدوا الوكلاء، خاصة عثمان بن سعيد رضوان الله عليه العمري وابن محمد بن عثمان بن سعيد، أسهموا بشكل كبير جدا في التعريف بإمامة الإمام المهدي سلام الله عليه بعد رحيل الإمام الحسن العسكري. يعني حتى في حياته كانوا يعرفون بوجود
الصبي الموعود. ولذلك كانت هذه مهمة حساسة جدا وخطيرة في تلك الظروف. وحتى في هذا العمر القصير يعني عمر 6 سنوات تقريبا أو 5 سنوات كان العمر الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف في تلك الفترة. نعم كان عمره 4 سنوات. 4 سنوات. نعم. وهو الذي قام بالصلاة على. هو قام بالصلاة. الإمام الحسن العسكري. لكن اللقاء الأخير كان لقاء مؤثر جدا في حياة الإمام. نستعرض في عجالة. يعني الإمام حتى لم يستطع أن يمسك بالإناء لكي يشرب. الله أكبر. كان يريد أن يدفع أثر الحمى. كان وفاته طبعا ليلة كانون أول من كانون الأول في ليلة. يعني شديدة البرد. نعم شديدة البرد وقبيل الفجر أراد أن يشرب شيئا من الماء لم يستطع واصطكت أسنانه بالإناء عليك. وثم نادى ليحضروا نجل الإمام. يجدون طبعا في الغرفة يصلي فيأتي فيقول يا سيد أهل بيته يخاطبه بهذا الاحترام يخاطب صبيا عمره العمر في الرابعة من العمر يقول له يا سيد أهل بيتي أعطني شربة. وهو يساعد الإمام على تناول هذا الشراب المغلي لإشاعة الدفء في جسمه ثم يساعده في الوضوء ويصلي الإمام وطبعا يبشر أنت صاحب الزمان أنت الذي بشر بك رسول الله اسمك اسمه وكنيتك كنيته تبلأ الأرض نعم ويوصي بلزوم البراري مناطق نعم. الجبلية يسكن في البراري والمناطق الجبلية وهذه عهد الله أن ما من نبي إلا وله عدو من المجرمين نعم. فعليه أن يأخذ الأهبة والاستعداد لما سيجري في المستقبل عليه من حوادث ومقاسات ومعاناة وتعرفون ماذا حدث. نعم شكرا أستاذ كمان نكتفي بهذا القدر انتهى وقت البرنامج. شكرا لكم وأيضا الشكر موصول للأخ أبو عائشة على الاتصال والمشاركة دائما في حلقات هذا البرنامج وشكري لكم مشاهدين كرام على طيب المتابعة. نلتقيكم في حلقة أخرى من حلقات برنامج تراثنا نستودعكم الله وفي أمان الله وحفظه.